نعم طبعا الانفجارات وقعت قبل دقائق حقيقة الأمر أو 5 دقائق في منطقة السيدة زينب المسيطر عليها من قبل الإيرانيين وحزب الله في أحد المباني في تلك المنطقة. حتى اللحظة لا نعلم إذا ما كان هناك استهداف من الجولان، استهداف من منطقة من يعني شمال إسرائيل أو لا، ولكن المؤكد هناك انفجار وقع في منطقة السيدة زينب التي تعتبر بمثابة ضاحية دمشق الجنوبية لحزب الله والإيران والميليشيات الإيرانية. يعني نحن نتحدث عن تطور أيضا جديد بعد لبنان واغتيال هنية، أيضا ما حصل في العراق، يعني نتحدث عن ربما جبهة جديدة أو ساحة جديدة في ريف دمشق. كما ذكرت نذكر بالعواجل الانفجارات التي دوت قبل قليل في منطقة السيدة زينب. طبعا سنبقى لمتابعة التطورات.